الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. حديثنا عن الحقائق الدينية، هل هي حقائق يقينية؟ هل هي ثوابت مطلقة؟ أم هي حقائق ظنية وليست مطلقة؟ هذا هو موضوع البحث. وذكرنا أن الرأي الإسلامي الديني ماذا يقول؟ يقول أن المعارف والعلوم والحقائق الدينية هي حقائق يقينية لا شك فيها، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مثلا ذلك بأن الله هو الحق، هذه قضية يقينية. وهي أيضا قضايا مطلقة ما تتغير بتغير الزمان. الحقائق الدينية في القرن العشرين هي نفس الحقائق الدينية التي كانت في القرن الواحد، والقرن الثلاثين اللي سيأتي تبقى العقائد والحقائق الدينية نفس الحقائق. هذا اعتقادنا. طبعا هنا ذكرنا أن النظرية الليبرالية الحداثية تطرح شيء آخر، التشكيك في العقيدة الدينية، تقول لا هاي العقائد الدينية هي ليست يقينية ولا هي ثوابت مطلقة، وإنما هي ظنية وهي مرحلية، بين مرحلة ومرحلة ممكن تختلف هاي العقائد، مثل تجاربنا في الطب العلاجات الطبية ممكن بعد 20 سنة يكتشف العلم علاجات طبية تنسف العلاجات اللي كانت قبل 10 سنين و20 سنة، ونقوم نسخر بها أنه عجيب الإنسان إيش كان يسوي قبل. مثلا الآن الطب تقدم كثير من المعالجات بعد عبر الأنبوب وعبر العين الإلكترونية، ما يحتاج يفتح البطن، وإنما ثقب صغير يدخلون بأنبوب، والأنبوب بعين إلكترونية وبمقص، تمام، نفس هذا الأنبوب هو يأخذ الصورة وجهاز إلكتروني، الطبيب قاعد برا بالشاشة يباوع يقطع ويلحم ويخيط تمام. الآن ايش صاير الطب؟ يعني إذن الطب هو علم مرحلي متغير بين مرحلة ومرحلة، صح لو مو صح؟ مرحلي. عجب الدين هكذا؟ إسلاميا لا، الرؤى والمعارف الدينية ثوابت وليست مرحلية. الليبرالية والفكر الحداثي يقول لا، هذه مثل بقية علومنا ممكن تتغير بعد 100 سنة يصير غير شكل، طبعا على اشتباه كبير. والحقائق الدينية هي الحقائق الدينية، والآن بحمد الله تعالى العالم الغربي بدأ يرجع للدين، بدأ يكتشف أن الدين هو الصح وأن الحقائق الدينية هي الحقائق الصحيحة اللي بدونها ما نستطيع أن نبني المجتمع السعيد. المجتمع راح وراء الماديات وغرق فيها لكن ما وصل لنتيجة، الآن بدأ يعود إلى الدين، إلى الحقائق الدينية. جيد، إحنا السؤال اللي طرحناه هو كالتالي: ما هي المبررات لنزعة الشك؟ يعني ليش يشككونه؟ طرحوا مجموعة شبهات، مجموعة مبررات. قالوا أولا أن الحقائق الدينية ميتافيزيقا، يعني لا مادية، وهي غير قابلة للبرهان عليها،
فإحنا مو قادرين نبرهن على الحقائق الدينية. إذا شيء مو قادرين نبرهن عليه تقدر تطمئن منه تتأكد منه؟ لا. قالوا إذن المعلومة الدينية معلومة غير قابلة لليقين، لأن هي مو قابلة للدليل العلمي. هذا سميناه عجز الدليل العلمي، أنه الدليل العلمي مو قادر على أن يبرهن على حقائقنا الدينية. هذا في الأسبوع الماضي احنا ناقشناه وقلنا بالعكس، الدليل العلمي قادر على أن يبرهن على الحقائق الدينية مثل ما قادر على أن يبرهن على الحقائق الطبيعية، مثل ما نبرهن على نظرية الجاذبية كذلك نبرهن على أنك الجالس أمامي أو أنت المتحدث أمامي. أنت تملك عقل وتملك إرادة وتملك وعي. حينما يطلع مثلا بدر شاكر السياب ينظم قصيدة ويقرأ القصيدة، أنت ما يحتاج كثير استدلال أن هذا الشاعر وهو بدر شاكر السياب اللي نظم قصيدة وجاي يقرأها أمامك، أنت محتاج هواية تبرهن على أن هذا عنده عقل وعنده وعي وعنده إرادة. لو هاي القضايا واضحة عندك، ليش واضحة؟ من أين صارت واضحة؟ واضحة بالدليل العلمي المغروس في ذاتك بسرعة يمشي، أنه عجبا هذا بدر شاكر السياب اللي نظم هاي القصيدة واللي جاي يقراها واللي يأشر بإيديه واللي يتعاطف واللي أحيانا يضرب على المنضدة، عجبا يصير كل هاي الحركات حركات لا واعية ولا عاقلة ولا أكو وراها إرادة. يعني هذا الصنم اللي جاي يتحدث قدامي، طبعا لا، بهاي القرائن أن المتحدث أمامك يكشف حديثه عن تعاطفه مع الحديث، تفاعله مع الحديث، قدراته العقلية، حتى تكون خطأ مو مشكلة، بس هو ما ممكن أن تصدر. يعني حينما ينظم الجواهري قصيدة في الحسين عليه السلام، حينما ينظم الوائلي قصيدة في الإمام الحسين، ويد تقبل وهي مما يقطع، عجبا ممكن هذه المعاني الرائعة أن يكون الجواهري قد نظمها والناظم لا يعرف الشعر ولا يعرف اللغة العربية ولا إلى استيعاب وإدراك عقل وما عنده إرادة؟ هذا يمكن؟ أنت تقول أنه اللي يصدق بهذا مجنون، شاعر ينظم قصيدة بهالشكل وأنت تقول لي أن هذا لا يعرف لغة عربية ولا يعرف الأدب ولا هو شاعر ولا عنده عقل ولا عنده وعي ولا إرادة؟ يعني الدليل العلمي قادر على أن يكتشف ما وراء الطبيعيات. العقل شيء ما يرى، الإرادة ما ترى، الوعي ما يرى. أنت خو ما شفت حركات قلبه هذا بدر شاكر السياب، ما شفت عندني ولا شفت عقله بالعين. هذه هو العقل يرى بالعين؟ لا. ولا شفت روحه وتعاطفه ومشاعره. أنت نعم شفت حركة إيده بس ما وراءها أنت ما شفته بالعين، وإنما شفته بالدليل العلمي اللي يعتمد نظام المؤشرات والعلامات. نفس هذا احنا نستخدمه على الحقائق الدينية، نقول الحقائق الدينية يمكن البرهان العلمي عليها كما يقام البرهان العلمي على الحقائق الطبيعية مثل نظرية الجاذبية. نثبت الله بنفس هذا الدليل العلمي، وإذا أثبتنا الله نجي نثبت النبوة بنفس الدليل العلمي أيضا. هذا اسمحوا لي احنا نطويه لأن الأسبوع الماضي تحدثنا عنه. خلي نوصل إلى مبررات تشكيكية وإثارات وشبهات يثيرها الفكر الليبرالي الحداثي ضد الرؤية الإسلامية، ضد الفكر الإسلامي. يطرحون مبرر ثاني سميناه، خلي ننتقل للنظرية النفعية. النظرية النفعية شنو؟ النظرية النفعية فلسفة
نظرية مطروحة عالميا أنه شنو؟ أن مقياس الصح والغلط شنو؟ مقياس الصح والغلط. قالوا مقياس الصح والغلط هو نافع لو غير نافع، إذا نافع لك هو صح، إذا مو نافع لك هو غلط. عجيب. تعالوا خلنا نرجع شوية إلى طريقتنا أو إلى الفهم البشري بشكل عام لما هو الصح والخطأ. أنت الآن إذا واحد قال لك الآن الفصل صيف، الآن الوقت ليل، أنت في النهار، لكن شخص يجي يقول لك الآن ليل، النجوم طالعة ليل، الآن صيف والدنيا حارة وانت لا تشعر ان المطر وشتاء وكذا، شنو المقياس عندكم في ياهو الغلط ياهو الصح؟ شنو المقياس اللي عندنا لحد الآن والبشرية تشتغل على الأساس؟ المقياس اللي عندنا انه نطلع برا نشوف، اذا الشمس طالعة نقول لعمي شو هذا النهار، انت جاي تحكي تقول لي ليل، مو هاي الشمس طالعة. اذا شفنا الدنيا باردة وغيوم وامطار نقول لعمي مو هاي الدنيا، شوفها انت تقول لي تموز وحر، مو هذا البرد والكذا، شلون هو هذا المقياس صح؟ يعني المقياس العلمي فيما هو الغلط والصح هو تطابق مع الواقع لو مو تطابق مع الواقع. اذا متطابق مع الواقع تقول هذا صحيح، تمام. إذا ما متطابق مع الواقع تقول هذا غلط. هسه أعطيكم جملة، أنت طبق لي أن هذه غلط لو صح وشنو مقياسك؟ تقول الجملة مثلا الجملة تقول النار باردة، هاي الجملة صح لو غلط؟ النار باردة، شو تقولون جملة صح لو غلط؟ جاوبوا عمو، غلط. شو تقولون صح لو غلط؟ غلط. النار باردة غلط. دليلك شنو؟ شنو المقياس، المقياس العلمي حتى نقول هذا صح لو هذا غلط؟ مثلا مقياس نشوف نوم، نشوف منام بالليل، مقياس ناخذ خيرة مثلا، مقياس نروح نسأل مثلا عالم ديني، مقياس ناخذ لها أشعة فوق البنفسجية، شنو المقياس؟ تقول المقياس هو الواقع الخارجي، خلي ايدك فوقها، اذا ايدك انشوت خواي الحمد لله يعني عارة صح؟ هذا الواقع الخارجي. خلي عباءتك فوق النار، اذا احترقت العباءة يعني اذا النار مو باردة يعني النار عارة تشتعل، هذا المقياس. لو اجى واحد قال لك الفيل صغير، الفيل خمس سنتيمترات، زين شلون السبت تقول هذا صح لو غلط؟ غلط. شنو المقياس؟ مقياس عمي اذا الفيل خمس سنتيمترات دخل نشوف يدخل من الباب لو ما يدخل من الباب. اذا ما دخل من الباب تقول تفضل هذا الواقع يبرهن لك على أن كلامك مو صحيح، ما يحتاج بعد روح للقاضي. الواقع هو مقياس الصح والخطأ. الآن الإنسان سابقا وإلى الآن يعتبر أن مقياس الصح والخطأ شنو؟ هو التطابق مع الواقع أو التخالف مع الواقع. اليوم أكو نظرية حديثة الليبرالية تطرحها أن المقياس مو هذا، المقياس هو نافع لو مو نافع، الشيء النافع هذا هو حقيقي، الشيء غير النافع هذا هو وهم وخيال. عجيب. يقولون مثلا الله، الله
احنا ما نبحث القضية علميا ان الله موجود ما موجود، وانما الله فرضية نافعة لو مو فرضية نافعة. اذا فرضية نافعة اذا هذا حكيك صحيح، اذا فرضية مو نافعة اذا حكيك مو صحيح. المقياس شنو؟ منفعة. يوم القيامة المعاد، اذا فكرة القيامة حلوة للبشر، مفيدة، تطمئنهم، تروحهم، تنطيهم سرور، تنطيهم امل، اذا هي فكرة صحيحة. هسه اكو معاد ماكو معاد، صدوق كذب، المهم هاي الفكره نافعه. انت طفل تسولف له قصه، الام تسولف قصه للطفل غرضها شنو؟ ان تهدئه او ينام. القصه وهميه مو حقيقيه لكن نافعه، وهميه، تسولف الطفل قصه الى ان ينام. قصة من اختراعات الأم بس هي نافعة، إذن يقولون ما زال هاي القصة نافعة إذن هي صحيحة. المنفعة هي المقياس. وعلى هذا الأساس يقول أن الحقائق الدينية، الله، النبوة، القيامة، الأحكام الشرعية، الربا حرام، الخمر حرام، لحم الخنزير حرام، كذا واجب، العفاف واجب، الحجاب واجب، الصلاة واجبة، الصوم واجب، العلاقات الاجتماعية كذا، العلاقات الزوجية كذا، العلاقات الأسرية كذا، هذا كل ندخل في مختبر المنفعة. إذا نافع نقول صحيح، إذا مو نافع نقول هذا أصلا وهم. إذا إحنا في زمان ما نحتاج هواية للتعاليم الدينية، ما نحتاج، بدل ما تروح إلى المسجد روح إلى طبيب نفسي ويعالجك بالموسيقى، ما تحتاج أنت صلاة وما تحتاج صوم. بدل ما تؤمن بيوم القيامة وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى وتطلب النجاة، ممكن تقوم بأعمال رياضية نفسية وتحصل نفس الراحة ونفس البهجة والسرور. إذن المنفعة هي المقياس، هكذا يقولوا. وعلى هذا الأساس راح تكون المعارف الدنيا متحركة. أنت الآن تعيش في النجف وكربلاء والفرات الأوسط والمدن الشيعية، المنفعة أن تكون شيعي صدق، أن تبكي مثل ما يبكون، تلطم مثل ما يلطمون، تمام. لكن إذا رحيت وتروح المسجد مثل ما رح المسجد، تروح الحسينية مثل ما، لكن إذا رحت للمغرب العربي هناك تشوف صوفية وعندهم تكية ودرباشة وما درباشة، المنفعة شنو هناك؟ أن تصير وياهم، تصفق مع اللي يصفقون. وإذا رحت للهند تشوفهم يعبدون البقرة ويمشون وراها ويتمسحون بيها، وانت هم تصير تمشي وراهم حتى لا تصير شاذ، حتى لا تصير شاذ. المنفعة شنو؟ أو لنقل ما هو الصحيح شنو؟ ما ينفعك، ما ينفعك. وهذا راح يختلف باختلاف زمان وزمان، وراح يختلف باختلاف مكان ومكان، تمام؟ هيك يقولون. وعلى هذا الأساس فإن المعارف الدينية هي معارف ليست ثابتة ولا مطلقة ولا هي دائما صحيحة، لا قد تكون مو صحيحة، قد تكون مو صحيحة. أنت بتموز 18 ساعة النهار شدة الحار وتعال صوم، هسه هذا الصوم يكتلك، ما بي منفعة لك. إذا مقولة الصوم جنة من النار بعد تسقط، شريدك عن الصوم؟ روح سوي لك غير شغل، كل شيء بوقته. هاي النظرية الغربية تقول شنو؟ كل شيء بوقته. الدين شو يقول؟ لا، يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. صلاة من أول الإسلام إلى آخر البشرية، الصلاة قربان كل تقي،
الصلاة معراج المؤمن، الصوم شتاء صيف بالقارة آسيا، قارة أوروبا، قارة إفريقيا، الصوم جنة من النار. هذا الصوم، هاي النظرية الدينية، مطلقات وليست متحركات ومتغيرات. لكن الآن كيف نجيب على نظرية النفعية أنه المنفع هي المقياس؟ الجواب على ذلك واضح. شنو الجواب؟ الجواب أن هاي النظرية جاي تخلط بين ما هي الحقائق الوجودية وبين ما هي المشاريع. شوف بالمشاريع، أنت طبعا بمكان صحراء جدباء تجي تزرع شلب يصير؟ ما يصير. ليش؟ لأن الشلب يريد يتغرق قبل ما يشلب. أنت ولد زراعة، ولد الفرات الأوسط، تعرفون هاي الحقائق. نقول هذا المشروع، مشروع الشلب في أراضي تفتقر إلى الماء، هذا المشروع خطأ. خطأ لو مو خطأ؟ خطأ. ليش؟ لأن ما راح يحقق لك المنفعة. تجي مثلا تأسس معمل قصب السكر، خوش في منطقة سكر ما عندهم، يعني قصب سكر ما عندهم. مو تدرون جنابكم الشكر من يطلعوه؟ شكر من يطلعوه؟ لو يطلعوه من قصب السكر، احنا ما عندنا هنا بالعراق قصب السكر، بالعراق ما عندنا. لو يطلعوه من البنجر شوانذر يطلعوه، والتمر هم يقدرون يطلعوه منه هذا الشكر، صح؟ هسا انت في مكان ما بي قصب سكر، تجي تفتح لك معمل قصب السكر، وهذا المعمل اول اسبوع ثاني اسبوع فاشل، صح؟ تسوي معمل الصلب والحديد في منطقة ناس هي منطقة زراعية خشبية، حديد ما عندهم، انت تسوي معمل الصلب والحديد المن راح تعزل. بالفعل المنفعة هي المقياس في المشاريع. المشاريع، المشروع اللي بينفع نقول مشروع صحيح، المشروع اللي ما بينفع نقول مشروع مو صحيح، تمام؟ لكن الحقائق الكونية شلون؟ الحقائق التاريخية شلون؟ هاي مو مشاريع. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، عمل خوش عمل لو مو خوش عمل؟ ضر البشرية لو نفع البشرية؟ يقولون ضر البشرية، ما نفع البشرية، قتلى ودماء ودمار هائل، صح؟ لكن هي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية حقيقة قائمة تاريخيا لو وهم؟ وهم لو حقيقة تاريخية قائمة؟ شو تقولون الشباب؟ حقيقة، يعني فادتك لو ما فادتك؟ هيروشيما انضربت، هيروشيما انضربت، زين، وأبيدت، أبيدت باللحظة. هذه جريمة كبرى تعتبر، يعني هذا عمل مضر، ولكن هي حقيقة لو مو حقيقة؟ هيروشيما انضربت لو ما انضربت؟ ما تقدر تقول لأنها غير نافعة إذن هي مو حقيقة. لا عمي، حقيقة. الدليل أن هذا هو الواقع، أعطيك الصور، أعطيك أسماء اللي انقتلوا، أعطيك البيوت اللي دمرت، أعطيك المعامل اللي دمرت. أنت تقول لي مو حقيقة، يعني تكذب الواقع اللي أمام عينك، تمام؟ الآن مثلا الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف، واحد يقول نافع، خلي واحد يقول غير نافع، مو مشكلة. أنت ما نجحت، ممكن تقول والله ضرتني الجامعة، أنا 4 سنين درست وما نجحت، وبعدين فصلوني لأن أنا بالغش انفصلت، هاي ما انتفعت بيها، مو مشكلة ما انتفعت. لكن تقدر تقول أن الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف هي خيال ووهم لا وجود له على أرض الواقع؟ تقدر تقول شيء؟ ولا شايت وين رحيت؟ وين قعدت؟ على يا كراسي؟ على يا قاعة؟ وين قضيت عمرك 4 سنوات؟ غيرك وفر شيء؟ تبين شنو؟
المقياس في الحقائق الوجودية هو مو المنفعة وعدم المنفعة. احنا صار عندنا قبل سنة 2005 صارت عندنا وهي ما تتكرر كثيرا، احنا لأول مرة نشوفها، ظاهرة تسونامي. هاي أول مرة بدأتوا تسمعوها خلال العقد الأخير الزمني. تسونامي شنو؟ أمواج عملاقة من عمق المحيط، من عمق المحيط تضرب أحد القارات، ضربت شبه الجزيرة، شبه القارة الهندية. هذا تسونامي صار وين؟ بالمحيط الهندي. سببها هل هو زلزال في داخل المحيط أو أسباب أخرى لحد الآن ما مكتشفيها، بس النظرية العلمية الأقرب أنه أكو زلزال صار في عمق المحيط أنتج موجات. وهاي الموجة شنو مشكلة الموجة؟ هاي مشكلتها أنه كل ما تمتد كل ما تكبر، مو كل ما تمتد كل ما تصغر، بالعكس. هاي كل ما تمتد ضرباتها تصير أكبر، هذا قانون الموجات، قانون الموجات. فلما وصلت الموجة إلى 10 دول، أندونيسيا وهند وكذا، ضربتها ضربة ساحقة، 10 دول غرقت في أقل من ساعات، المحيط دخل هاي 10 دول، دمر 10 المدن، دمر ملايين الهكتارات الزراعية، راح ب 250,000 قتيل، شاب، بنت، امرأة، طفل، يتعلق بالأخشاب، بالأشجار، غرقوا كلهم مثل طوفان نوح، مثل طوفان نوح. طوفان نوح كان عالمي، كان تسونامي عالمي، بشرية ما بقى، يعني كل اليابسة غرقت. هذا طوفان نوح تسونامي بس عالمي. زين، الآن هذا التسونامي اللي ضرب شبه القارة الهندية وسنة 2005 وراحوا ب 250,000 قتيل. من نشوف الصور مرعبة، جثث هائلة، جثث عوائل كاملة راحوا، وراح الماي بعدين طلعت الجثث، منظر مروع. هذا وش قد صار بخسائر اقتصادية هائلة، خسائر بشرية هائلة. إذن هو نافع لو مضر؟ شو تقولون؟ هو مضر، مضر تمام، لكن هو حقيقة لو وهم؟ حقيقة لو وهم؟ شو تقولون عمو شباب؟ حقيقة، وانكسبت بالتاريخ أنه في عام الشهر 12 سنة 2005 تسونامي ضرب 10 دول في شبه القارة الهندية وراح ضحايا كذا وكذا وكذا. هذا ثبت بالتاريخ، هذه حقيقة تاريخية، هذه مو وهم. نافع أو غير نافع هذا ما يقيم الحقيقة. الحرب العالمية الأولى حقيقة، نافع لو مضرة مو مشكلة، بس هي حقيقة. هيروشيما حقيقة، الحرب العالمية الثانية حقيقة، تسلط نظام صدام على الشعب العراقي 35 سنة، وعدنا بالعراق 1,000,000 أرملة، وعدنا 5 ملايين يتيم وما شاكل، هذه حقيقة. هي مو منافعة، هي مؤلمة، هي فاجعة، هي كارثة، لكن حقيقة لو مو حقيقة؟ حقيقة، حقيقة. المنفعة مو هي مقياس الحقيقة، المنفعة هي مقياس في المشاريع. صحيح، المشروع الإنساني تريد تدرس، تريد تسافر، تريد تفتح معمل، تريد تتعين، تريد تتوظف، هنا يجي المنفعة. إذا هذا المشروع نافع نعتبره صحيح، إذا مو نافع نعتبره خطأ، هذا تمام. هاي في المشاريع، لكن في الحقائق الخارجية الوجودية ليس المقياس هو المنفعة وعدم المنفعة، وإنما المقياس شنو؟ هو الواقع الخارجي، أنه هذا الشيء صار بالواقع لو ما صار بالواقع. إذا صار بالواقع يعني هو صحيح، إذا ما صار بالواقع
يعني صدق حرب عالمية ماكو. إذن اللي يدعي حرب عالمية يقول له عمي خطأ. بس هذا واحد قال توجد حرب، قد وجدت حرب عالمية ثالثة مثلا في مطلع القرن الحادي والعشرين، احنا صار القرن الحادي والعشرين. نقول له عمي هذا حكي كذب، حرب عالمية ثالثة ما صارت واحنا موجودين وماكو. تمام. المقياس شنو؟ مقياس انه الواقع الخارجي ما يدلل على ما تقوله. إذن النظرية النفعية غير صحيحة في كونها مقياس لمعرفة الحقائق. نجي إلى حقيقة المعتقدات الدينية، الله، القيامة، النبوة. هذه دع أنك أن تكون نافعة أو غير نافعة، أنت لا تقول يا أخوانا أحقق لك الأطمئنان بدل ما ألا بالذكر الله تطمئن القلوب، أنت تقول ألا بالموسيقى تطمئن القلوب. هو يعني هذا المقياس قضية الله، يعني هي شقد بس ينفعك إيش كثور. لو الله هو حقيقة، طالما الله تعالى هو حقيقة وجودية، إذن لا تدخلها في قصة نافع أو غير نافع. يوم القيامة يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني نظرية المعاد بالنسبة للكافر نافع لو مضرة؟ مضرة. يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني أنا ميت وما مبعوث يوم القيامة، لأن بالنسبة إلى مضرة. لكن مضرة إلا أنها حقيقة لو مو حقيقة؟ حقيقة، وما يفيد الندم، وما يفيد أن المسألة ما كانت نافعة إليه. الندم أيضا ما يفيده. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ما بيها رجعة بعد، رجعة ما بيها. الفكرة شنو يا شباب؟ أن مقياس الحقائق هو الواقع الخارجي وليس هو المنفعة وعدم المنفعة. هذا أولا. وثانيا تعالوا خلنا نسأل سؤال في ما هي المشاريع الدينية والتشريعات الدينية. تقول منفعة ومضرة، عجب. أنا راح أسأل سؤال، أن الإنسان قادر على أن يعرف الآن جميع مصالحه وجميع مضاره؟ هو شو وقت الإنسان لحد الآن هو الإنسان تمكن يعرف اللي يضره من اللي ينفعه 100%؟ نعم عندنا معلومات صحيح، بس هاي المعلومات مو معلومات مطلقة، ويوميا العلم يكتشف أسرار ما مكتشفها بالأمس القريب. أنا وياكم لحد الآن الإنسان ما مكتشف مثلا ما هي الأضرار في أكل لحم الخنزير. قد تقول إحنا ما ندري، بس هذا معناه أنه إذا إحنا راح نحكم على الوحي ونحكم على الشريعة الإلهية بأنه هذا الأمر ليس فيه أضرار، إذا الشريعة الإلهية خطأ. لا، الشريعة الإلهية هي التي تصدر من الله تعالى وهو العليم وهو أعلم بكم من أنفسكم. إذن إحنا معلوماتنا محدودة، المعلومات الإلهية الشريعة اللي هي من الله تبارك وتعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الله أعلم بكم من أنفسكم. إذن الله يعرف اللي يضرنا واللي ينفعنا، ممكن إحنا ما مكتشفين بعض الأضرار. الآن الربا العالم اليوم يقوم، يعني الاقتصاد العالمي اليوم يقوم على أساس شنو؟ التعاطي بالربا. العالم اليوم كله، الاقتصاد العالمي، اقتصاد السوق الحرة يقوم على أساس شنو؟ الربا. الإسلام يقول هذا بيضرر، الإسلام يقول هذا ما يفيدكم، الإسلام يقول هذا حرام، الإسلام يقول هذا غصب. ممكن الآن الإنسان يقول عجيبة، أصلاً الاقتصاد اليوم قائم على الربا، بلا ربا العالم يوقف. جوابنا شنو؟ جوابنا ممكن أنتم الآن ما مكتشفين ضرر الربا، لكن قد تكتشفوا بعد 10 سنين لما ينهار العالم الاقتصادي، ذاك الوقت تقولوا عجيب، كان الإسلام هو الصحيح، كان دين الله هو الصحيح، إحنا كنا على خطأ. ليش الآن متبين عالمياً أن الشيوعية خطأ، أن الاشتراكية خطأ؟ لما انهار المعسكر الاشتراكي
انهار انتهى. 70 سنة العالم مخدوع بالشعارات الاشتراكية، لما انتهى المعسكر الاشتراكي تبين أن هذه كلها كانت أخطاء. غدا حينما يسقط وينهار المجتمع الرأسمالي يتبين لك أنه أن النظرية الدينية اللي تقول الربا خطأ، النظرية اللي الدينية تقول الذين يأكلون الربا، شنو تتمة الآية؟ منو حافظها؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني هذا اللي يأكل ربا من يقوم مثل واحد الشيطان مخالطه وضاربه وسكران، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الوصف القرآني لآكل الربا. هذه الحقيقة الآن مو مكشوفة للعالم، ولكن مو مكشوفة للعالم هذا مو معنى الإنسان أصبح معلوماته أكثر من معلومات الوحي الإلهي. الشريعة هي لو كانت إنتاج بشري، لو كان هي الشريعة الإسلامية، سأسألكم سؤال، الشريعة الإسلامية إنتاج بشري لو إنتاج إلهي يعني هي مثل شريعة حمورابي؟ هسه شريعة حمورابي إنتاج بشري لو إلهي؟ بشري، سميناها شنو؟ شريعة حمورابي. الدين الإسلامي الإلهي هو شريعة بشرية أنتجها إنسان لو هي شريعة إلهية؟ شنو فهمكم أنتم الآن؟ فهمكم شنو؟ شنو؟ شنو عمو؟ بشرية لو إلهية؟ أنتوا شو تقولوا؟ إلهية، يعني الله تعالى هو الذي أوجب وهو الذي حرم. الله لما يقول مثلا كتب عليكم الصيام، هذه رسول الله هو يقولها، يعني لو عن الله تعالى شو تقولوا؟ عن الله تعالى. لما يقول أحل الله البيع وحرم الربا، هذا منو أحل؟ فاعل أحل منو؟ أنتوا هاي لغة عربية، فاعل أحل الله، الله. إذن إحنا أمام إنتاج إلهي مو أمام إنتاج بشري. لو كنا أمام إنتاج بشري ممكن نقول أن هذا الإنتاج البشري يجب أن يخضع شنو لمعرفتنا البشرية، بس إذا هو إنتاج إلهي والله أعلم بنا من أنفسنا، أقرب إليكم من حبل الوريد، الله هو المحيط بكل المسيرة البشرية والكونية. إحنا إيش قد عندنا إحاطة بالمسيرة البشرية؟ ما عندنا إحاطة، تمام؟ لحد الآن أكو عصور نسميها عصور ما قبل التاريخ، يعني الإنسان ما قادر على أن يكتشفها. شنو كان في ذيك العصور؟ احنا لحد الان مو قادرين. الانسان معلوماته محدوده، اذا معلوماته محدوده لا يمكن ان يكون هو المقياس على المعلومه الدينيه الالهيه، لا، المعلومه الالهيه هي المقياس على المعلومه البشريه. هذا هو نقد فلسفه النفعيه او النظريه النفعيه. وعلى هذا الأساس إحنا نعتقد أنه حتى إذا أخذنا مقياس المنفعة، التعاليم الدينية فيها منفعة الإنسان. ممكن ما ندري، هسه أنطوني آية مثلا على أنه بعض الأحكام هي بمنفعتنا ولكن أنتم لا تعلمون. أكو أمثلة بسيطة، مثلا شنو يقول في سورة الجمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآن بالشكل المادي عمي، يوم الجمعة زوار والكسب والبيع والشراء، أنا إذا أغلق المحل ساعتين راح أخسر،
هيك يقول خصوصا بمدن الزيارة. اجي القرآن شي يقول؟ يقول وذروا البيع ذلكم خير لكم. أنا بمعلوماتي، الله يقول، يقول أنا بمعلوماتي ترك التجارة في ساعة الصلاة هذا أنفع لكم من التجارة في ساعة الصلاة. هذا على خلاف ما أنت تشوفه، أنت تشتغل ساعتين زوار ما شاء الله ربحت لك فد 200,000 بساعتين، إذا غلقت المحل ورحت للصلاة راحت عليك 200,000، إذا أنت ما انتفعت. لكن يجي القرآن شو يقول؟ يقول وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم. إذا أنتم أهل معرفة صدق معرفة إلهية ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن المنفعة بالرؤية الدينية هي غير المنفعة برؤيتنا القاصرة المحدودة. احنا ممكن تقول انا يا جماعة هذول جاي انطيهم 10 مليون دينار اخليها بالبنك، يجون يعطوني اخر السنة 11 مليون، مليون ربح، انت تقول لي هذا اللي تاخذه هذا حرام، هاي منفعتي راحت. الاسلام شو يقول؟ يقول لا بالعكس، هذه اذا اخذتها هذه زقوم تصير ببطنك، هاي حرام تصير، هاي نار تصير، هذه اموال غصب تصير. هاي الرؤية الدينية. المنفعة بالرؤية الدينية هي الاكثر عمقا من رؤيتنا الضيقة، هي الاكثر عمقا. جيد.